جدار بارتفاع 3 أمتار شرعت تركيا في بنائه في قلب الأراضي السورية وتحديدا في محيط عفرين. الذريعة التي أعلنتها السلطات التركية هي مخاوف أمنية، أما الواقع الميداني فيعبر عنه السكان الذين يتهمون تركيا باعتماد سياسة التغيير الديموغرافي. احتلال عفرين من قبل الدولة التركية الفاشية، هناك انتهاكات كثيرة وعدة على الواقع في عفرين، هناك تغيير ديموغرافي، وهناك قطع وخلع أشجار كثيرة وسرقات الآثار، المواقع الأثرية تم نبشها وتم سرقتها، وهناك اعتقالات يوميا بحق المواطنين الكرد في عفرين. عمليات هدم وجرف واسعة النطاق لمنازل وأملاك المدنيين في قرية جلبل جنوب عفرين نفذتها القوات التركية استكمالا لأعمال بناء الجدار العازل من كفرجنة شرق المدينة ومرورا ببلدات معرستا الخطيب ومريمين وجلبل وكيمار وصولا إلى باصوفان القريبة من ريف حلب الغربي بهدف عزل عفرين وأريافها عن مناطق سيطرة الدولة السورية في ريف حلب الشمالي. يقول السكان والجدار حاليا قائم والعمل عليه جاري بوتائر سريعة جدا. يعني الغاية من الجدار أعتقد أنها تريد أن تقتطع الأراضي السورية لصالح الدولة التركية. وضع الدعامات الإسمنتية والبدء بعمليات الحفر لتشييد السور التركي العازل دفع أهالي عفرين المهجرين في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي إلى التجمع استنكارا أمام مركز المصالحة الروسي في بلدة كشتعار. الخطة التركية تقوم على بناء نحو 70 كيلومترا من الجدار في المنطقة داخل الأراضي السورية مع أبراج المراقبة التي تكون على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية للقوات التركية في إدلب القريبة من عفرين. بهذه الممارسات تريد الدولة التركية اقتطاع جزء غالي من أراضي سوريا وضمها إلى أراضي تركيا. يقول المواطنون إن القوات التركية أتمت بناء 564 كيلومترا من الجدار المقرر على طول الحدود مع سوريا على أن يصل طوله إلى 711 كيلومترا بعد الانتهاء من القسم المتبقي قرب عفرين.